الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت قيادة قوات حرس الحدود عن ضبط مواد مخالفة للشروط في جمرك المنذرية الحدودي مع إيران، وقالت قيادة حرس الحدود إنها ضبطت 3 عجلات تحتوي على مادة لحم دجاج مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية، ويراد إدخالها للبلاد دون أي مستندات قانونية. أكدت مصادر في محافظة أربيل أنه تم إغلاق 14 محطة وقود خلال الأسبوع الماضي بسبب بيعها البنزين سيء الجودة للمواطنين. وأضافت المصادر أن أربيل أغلقت حتى الآن 136 محطة في مختلف مناطق المحافظة، وذلك لمخالفتها شروط جودة البنزين التي وضعتها حكومة كردستان العراق. وتقول دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة كردستان إن وزارة الثروات الطبيعية توفر البنزين مباشرة للمواطنين بالسعر المدعوم على حسب قولها، وأشارت إلى أنها تنفق شهرياً 31 مليون دولار لدعم أسعار الوقود بحسب قولها. أعلن مدير بلدية ناحية جبة بمحافظة الأنبار قطر العبيدي عن زراعة أكثر من 300 ألف شتلة زيتون للحد من ظاهرة التصحر في المناطق الغربية. وقال العبيدي إن عدد مزارعي منطقة جبة وناحية البغدادي بقضاء هيط غربي الأنبار قاموا بزراعة أكثر من 30 ألف شتلة من الزيتون بعد نجاح زراعتها، لأنها ملائمة لأجواء هذه المناطق التي تتميز بوجود مياه جوفية لتوفير عمليات السقي. وأضاف أن نجاح زراعة الزيتون في المناطق الغربية شجع العديد من المزارعين على استغلال الأراضي غير المزروعة وزراعتها بهذا المحصول دون وجود أي دعم من قبل وزارة الزراعة. أجرت هيئة السلع التموينية المصرية مفاوضات مباشرة مع عدد من التجار لشراء القمح، تلاها تقديم العروض لتأمين إمدادات تصل إلى البلاد في شهري أيلول وتشرين الأول المقبلين. وقال الباحث في شؤون التجارة الخارجية المصرية عبد النبي عبد المطلب إن سبب هذا الإجراء السريع ربما يرجع لأكثر من سبب، وقد يكون منها وجود أزمة مالية والدفع سيكون بتسهيلات ميسرة. بدوره قال المستشار السابق في وزارة التموين عبد التواب بركات إن شراء القمح بالأمر المباشر من التجار وتجاوز الطريقة التقليدية باستيراد القمح من خلال المناقصات يعني وجود عجز كبير في احتياطي البلاد من السلعة الاستراتيجية. حذر البنك المركزي الأوروبي من أن قفزة مفاجئة في أسعار الكربون مصحوبة بالفيضانات والجفاف هذا العام ستؤدي إلى خسائر لا تقل عن 70 مليار يورو للمصارف الكبرى في منطقة اليورو. وقال البنك إن التقدير في أول اختبار للضغط المناخي له يقلل بشكل كبير من الخسائر الفعلية ل 41 مصرفاً في العينة، والسبب أنه ركز فقط على الائتمان ومخاطر السوق ولم يأخذ في الاعتبار الآثار غير المباشرة مثل التباطؤ الاقتصادي. أما الآن فننتقل لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
ختام الموجز، إلى اللقاء.